صاحب القناة اللي مشغلني ومشغلك واللي مخليك بني آدم واللي مركبك عربية قد كده واللي من فلوسه بتدفع الخمرة الزفت اللي مبوصلك دماغك. سليم صلاح يا حبيبي اتصل بالمدير عشان يحقق معاك. خلي بقى شهرتك دي تنفعك، بحط شهرتك دي. بص بقى يا حيوان انت، السواد اللي في قلبك الناحيتي ده انا عارفه من ايام الجامعة. لو في حد هيترفض من القناة دي انت عارف كويس قوي هو مين. انت ولا حاجة وانا هنا كل حاجة. تضربني؟ تضربني يا شريف؟ ماشي ابعت لها تاني يا شريف يا صايع يا خبرجي يا جنون بتاع الاسواق. بقول بس تضربني انت ما كتبتش ضرب. بس يا شريف يا حشاش يا سكري. عايز اتجوز. جوزني ليه يرفضوا؟ ليه عايشه انا بقيت حياتي من غير جواز؟ اهدي بس يا نفين. اهدي يا بنتي. اهدي يا حبيبتي. اللي انت عايزاه هيحصل. هيحصل امتى؟ انا مش فاهمه يرفضوا ليه. هتتجوزي وهتاخدي تصريح قانوني. هو القانوني ده ممكن ياخد له سنين. يا عالم بقى اكون عجزت ومت واتدفنت كمان ولا ليه؟ ما انا اوريدي مدفونه بالحي. حرام يا نفين ما تقوليش كده. مش هي دي الحقيقه؟ ست سنين عايشة مع راجل ما بحبوش، مش طايقاه، معيشني في جحيم، وثلاث سنين هاجني ومعلقني، وخمس سنين مستنية الطلاق، ولسه سنين سنين قدامي عشان أعرف أتجوز. دلوقتي الكنيسة رفضت إنها تديكي تصريح جواز، لكن في نفس الوقت سمحت إنها تدي لرفيق. إيه؟ يعني إيه؟ يعني عزمني سنين وفي الآخر يتجوز هو ويعيش حياته وانا اطرح من اجباري؟ ايه بيكافئوا على البهدله اللي بهدلها لي بدل ما يعاقبوه هو بيعاقبوني انا؟ ليه انا ذنبي ايه يعاقبوني انا ليه؟ لانك انت اللي طلبت الطلاق يعني فين وصممت عليه وهو كان رافض. يعني انت اللي فرقت اللي جمعهم الرب. وهو طبعا المسكين اللي كان بيحافظ قوي على اللي جمعهم الرب. يعني انا كنت بتبلى عليه؟ ده حرام، ده ظلم. الظلم ده جهل مصلحتنا. عارفة ليه؟ هيدينا فرصة ان احنا نرفع قضية تاني. تاني؟ قضية تاني؟ انا زهقت. معلش دي اخر قضية. احنا هنرفع قضية على الكنيسة. الكنيسة؟ هرفع قضية على الكنيسة؟ ايوه حقك. ما دام ادوله تصريح وانت لا يبقى ترفعي قضية طلبي بحقك زيك زيه. بالذمة ده اسمه كلام؟ عشان اتجوز ارفع قضية على الكنيسة؟ هو ده الحل يا نيفين. يا كده يا اما في حل تاني ما كنتش اتمنى اننا نوصل له. ايه هو؟ اسلم. اسلم؟ لا 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 خالص لا، مش عايزه اغير ديني. هو ده الحل التاني لو انت عايزه تتجوزي. يعني يا اما غير ديني يا اما عايش بالمنظر ده. طب اللي انا عايزه اتجوزه مسيحي، هقول هو كمان يسلم عشان نعرف نتجوز؟ طب سيبك مني انا من اللي عايزه اتجوزه. ربنا هضحك على ربنا؟ هغشه؟ هقول له انا بغير ديني عشان عايزه اتجوز؟ يعني عشان واحده فشلت في الجوازه يا اما تغير دينها يا اما تروح تزني؟ انا ما اقدرش اعيش متربينها، ما اقدرش، يا ريتني كنت اقدر. انا عايزه ارجي ربنا بس مش عارفه اعمل ايه. مش ممكن يكون ربنا عايز كده. اكيد ربنا مش خلقنا في الدنيا عشان يعذبنا. انا مش راجل دين، انا راجل قانون، وكل اللي اعرفه ان في قانون حاكمني وحاكمك. انت كنت عايزه تتطلقي وطلقتك، دلوقتي عايزه تتجوزي. حرام. عشان تتجوزي هي دي الحلول اللي عندك، تختاري ايه منها؟ وانا طالبه كتير كتير عليا يبقى عندي حياه طبيعيه زي بقيه الناس. نفسي اخلف. لو ما خلفتش دلوقتي هخلف امتى؟ انا كبرت كبرت. انا عايز اخد شويه ديتيلز، يعني عايز اصور عينيها لوحدها، بقها لوحده، ايديها لوحدها، وسطها. اهلا بالنجم. Oh, my God.
شاء الله تكوني انبسطتي في البرنامج. ما بترديش ليه يا نادر؟ مش لازمك نجهز اول شغل؟ فالحة بس تردي على المذيع؟ كنت عايز نعمل ايه يعني؟ يعني اللي كسبوا من وراكي دول يا نادر كانوا شحاتين قبل كده، دي أول مرة يكسبوا في حياتهم، تقصدي مين بقى؟ لا يا بني أنا مش قصدي أنت خالص صدقني، أنا بس كنت عايزة أرد عليه، أنت ما شفتش الوقت كان مطول سنه عليها إزاي يرضيك كده؟ ملوش حق. ده أنت كان ناقص تعيطي وتقولي له أنا حاكي مش همسح الاستوديو عشان خاطر عيوني. يلا قومي البسي بقى. ألبس؟ ألبس إيه؟ ولا لابسة أهو. لا يا حبيبتي البسي عشان خاطر هنكمل الغنوة. نعم الشريف أنا تعبانة والواد ده خنقني وخلى مودي زي الزفت، مش قادرة أخليها بكرة. تعبانه ايه؟ وانا بقول لك قومي البسي عشان تقومي. الغنوه هتتذاع النهارده والماتش النهارده، يلا حبيبتي. يعني مغسل الاول ده من جنه، ده من ان احنا لسه بالماتش قوي. والله ما كسبناش المناسبات جايه كتير. عيد الثوره، عيد الجلاء، عيد النصر، عيد الحب. تعالى يا عادل اقعد. خير يا مستر ممدوح؟ من امتى وانت بتسرقني يا عادل؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ريس؟ من امتى وانت بتسرقني وبتخنصر من حاجة المحل؟ انا يا ريس؟ انا عمري ما سرقت ولا خنصرت من حاجة المحل. مين قال لك كده؟ محدش قال لي. انا اللي لقيت الكيس دوت في دولابك. وانا مالي يا ريس؟ ممكن يكون اي حد من العيال ده فسهولي. محدش معاه مفاتيح الدواليب غير يا عادل. كل ده علشان تفتح محل. محل؟ محل ايه؟ هيكون محل ايه؟ جزارة؟ كوافير طبعا. كوافير مرة واحدة؟ يا ريت يا ريس. ولا ما تستهبلش عليا بروح امك. هتفتح محل ولا لا؟ حضرتك جبت الكلام ده منين بس؟ مالكش دعوة جبت الكلام ده منين. ازاي بس انا مش هفهم؟ بلاش يا سيدي. كنت بتوشوش مدام ألفت بتقول لها ايه؟ انت عارف يا مستر ممدوح مدام ألفت ونام من النسوان كانت بترغي وانا كنت بسايرها. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انا ما صدقتش لما جم قالوا لي انك بتسرق من حاجه المحل، ولما عاطف قال لي عاطف